وكذلك الصراع على الحصول على المراكز الأولى في كثير من الألعاب. هذه البطولة وهذه الدورة تشمل على 51 لعبة مختلفة. ماذا يفعلون الثنائي الكوري؟ قمة بالإمتاع، يعني نلاحظ تفاعل الجماهير لهذا الثنائي وهذا الأداء المميز لعمالقة العالم. ماذا يفعلون؟ إنها يعني كلعبة السوني، متعة وإثارة لم يستطع في التسديدة الأخيرة اللاعب سو أن يرد هذه الريشة من أسفل الشبكة، والريشة لم تعبر إلى الجهة الأخرى. تألق لي ويو في هذه المباراة، يمتعون بهذا الأداء المميز. يو يرسل تسديدات قوية بأقصى سرعة، يعني لا أعرف كيف يسيطرون على هذه الريش بهذه الطريقة. كوريا يفعلون كل شيء في سبيل حصد اللقب، يظهرون إمكانياتهم، يعني تكنيك عالي ولياقة بدنية عالية ورشاقة وقوة وسرعة في نقطة واحدة، تظهر هذه الإمكانيات في نقطة واحدة. لم يستطع أن يعطيها القوة المطلوبة. جانج تذهب مباشرة إلى الشبكة وتسقط في ملعب الثنائي الصيني، وما زال الإرسال لدى اللاعب يو. كل ما يحصل أي فريق على النقطة يكون الإرسال لديه ولنفس اللاعب. يحصلون على فارق جيد على نهاية الشوط الثاني وهم متفوقون في الشوط الأول. من الممكن أن يحسموا هذا اللقاء الثاني لصالحهم ويكونون قريبين من الحصول على اللقب. لن يتبقى لهم سوى لقاء واحد ويتوجون بلقب دورة الألعاب الآسيوية والحصول على الميدالية الذهبية. يعني لحد الآن 5 نقاط متتالية يحصل عليها ثنائي الكوري. فعلا يستحقون أن يكونوا أبطالا للعالم، هم المصنفين الأول عالميا يو ولي. في هذه المباراة تألق ومتعة بهذا الأداء المميز للأبطال. تسديدة قوية بعد أن حصل الثنائي الكوري على 6 نقاط متتالية، يحصل الثنائي الصيني على هذه النقطة ويغير من الإرسال. سوتشين يرسل، يحاولون التعويض، لم يستطع أن يرد هذه التسديدة. جيانج الريشة
إلى الشبكة. يغير سو يقترب من الشبكة ويلتقط هذه الريشة بأقصى قوة وسرعة، ينهي التبادل. جانغ على الإرسال، هل يستطيع أن يتسلق لهؤلاء الأبطال ويعادل النتيجة أم يو ولي لديهم قراءة أخرى لهذه المباراة؟ نعم سو مرة أخرى يفعلها، أفضلية لهذا اللاعب أفضل من زميله، يؤدي بطريقة يعني احترافية أكثر بحيث يستطيع أن يلتقط هذه الريش بسرعة فائقة ويعطيها صعوبة بالغة. الجماهير مستمتعة بهذه المباراة وخاصة مباراة الزوجي. تردد وخوف، جيانغ يخطئ في هذه المرة. نحن قلنا بأن جيانغ لم يكن بالمستوى المطلوب في هذه المباراة من خلال أدائه في الشوط الأول وكذلك هذا الشوط الثاني، أخطاء كثيرة. الريشة إلى الخارج من الخط الجانبي، أراد أن يستغل الفراغ الموجود في الملعب لكن أعطى الريشة قوة أكثر من اللازم. ما زال لديهم يعني فرص في إنهاء هذا الشوط، متفوقين لحد الآن بفارق جيد، فارق 7 نقاط و7 فرص في الفوز في هذا اللقاء كي يكونون يعني قريبين جدا من الحصول على اللقب. لن يتبقى لهم سوى لقاء واحد في الفوز والحصول على الميدالية الذهبية. لي على الإرسال، ينهي يو. يا سلام، مباراة رائعة جدا ومستوى عالي يليق بسمعة هذه البطولة الكبيرة والمثيرة. يعني أبطال العالم يتفوقون على ثنائي الصين، فعلا يستحقون أن